بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله بإذن الله ناخد درس جديد النهاردة، وهو العلاقة بين ممسات الدائرة. تعال نشوف بقى درس النهاردة بيتكلم على إيه. درس النهاردة درس من الدروس المهمة جدا في الهندسة، ويعتبر كل دروس الهندسة مهمة طبعا. ودرس النهاردة اسمه العلاقة بين ممسات الدائرة. أول قاعدة عندنا وأول نظرية عندنا بتقول: القطعتان ممستان مرسومتان من نقطة خارج دائرة متساويتان في الطول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو يكون عندي ألف ب وألف ج، قطعتان ممستان مرسومتان من نقطة خارج دائرة، يبقى في الحالة دي ألف ب هيساوي ألف ج، ويبقى المثلث ألف ب ج متساوي الساقين، يعني قياس زاوية ب هتساوي قياس زاوية ج. نتائج هامة. لما يكون عندك رسمة بالشكل المقابل لازم تبقى فاهم ان ألف ميم ده هينصف زاوية ألف وهينصف زاوية ميم، وميم ألف هينصف الوتر ب ج ويكون عمودي عليه، يعني ميم ألف بينصف الزاويتين والوتر اللي بيوصل ما بينهم. يعني مثلا مثال زي كده: ألف ب وألف ج قطعتان ممستان، قياس زاوية ب ألف ج يساوي 25 درجة، عايزين قياس زاوية ب ميم ج. طب انت عندك ألف ب مماس، يبقى ب م نص قطر، يبقى قياس زاوية ألف ب م 90 درجة. في المثلث ألف ب م عندك زاوية ألف م ب هتساوي 180 ناقص 35 زائد 50، يبقى هتساوي 55، 35 زائد 90 يبقى هتساوي 55 درجة. طب ما أنت عندك ألف م لسه قايل لنا من النتيجة بينصف زاوية ب م ج، يبقى قياس زاوية ب م ج كلها بتساوي 55 في 2 يعني 110 درجة. عندك ألف ب ج مثلث يمس الدائرة من الخارج في س وص وعين، ألف س 5 ب ص 4 ع ج تساوي 3، عايز محيط المثلث ألف ب ج. عندك ألف س هتساوي ألف ع يبقى 5 سم قطعتان ممستان، وبرضه ب ص بتساوي ب س برضه 4 سم، وعندك ج ع بتساوي ج ص برضه 5 سم 3 سم آسف 3 سم، دي مش 35 دي 3 يا جماعة، تمام. يبقى هنا 3 سم، نلغي بس الخمسة ديت، دي مش موجودة، تمام. هنعتبر ان هي ايه 3 سم بس، خلاص. يبقى عندك ج ع هتساوي ج ص هتساوي 3 سم، يبقى ايه قطعتان ممستان. يبقى عندك ألف ب كلها 5 و 4، وعندك ب ج 4 و 3، وألف ج 5 و 3، يعني المحيط 9 زائد 7 زائد 8 يبقى يساوي 24 سم. بشكل المقابل عندك ألف ب وألف ج قطعتان ممستان، تمام، وعندك ألف ب بيوازي ج د، قياس زاوية ب م د 130 درجة. اثبت أن ج ب ينصف زاوية ألف ج د، وعايز قياس زاوية ألف. طيب أنت عندك هنا قياس زاوية ب ج د هتساوي نص قياس زاوية م 65 درجة، وألف ب يوازي ج د، ألف ب ج قياس زاوية ألف ب ج هتساوي قياس زاوية ب ج د 65 بالتبادل، ألف ب هتساوي ب ج قطعة ألف ب هتساوي ألف ج قطعتان ممستان، يبقى ألف ب هتساوي ألف ج قطعتان ممستان، يبقى قياس زاوية ألف ب ج هتساوي قياس زاوية ألف ج ب 65 درجة. من واحد واتنين هينتج إن قياس زاوية ب ج د هتساوي قياس زاوية ألف ج ب هتساوي كل واحدة 65، يبقى عندك ج ب بينصف زاوية ألف ج د، وفي الحالة دي قياس زاوية ألف هتساوي 180 ناقص 65 زائد 65 يبقى هتساوي 50 درجة. شكل المقابل عندك ألف ب وألف ج قطعتان ممستان، قياس زاوية ب ألف م 25، هي بتنتمي لقوس ب ج الأكبر، عايزين قياس زاوية ألف ج ب، وعايزين قياس زاوية ب ه ج. طب أنت عندك ألف ب وألف ج قطعتان ممستان، وألف م ينصف زاوية ألف، يبقى قياس زاوية ألف كلها كده 25، هنا 25 وهنا 25، يبقى كلها ب 50 درجة، تمام. يبقى في المثلث ألف ج ب، يبقى قياس زاوية ألف ج ب هتساوي 180 ناقص 50 على الاتنين،
يبقى 65، يبقى الزاوية دي كده 65، وزاوية ألف ب ج برضو 65. خلاص؟ عندك ألف ج مماس، وميم ج نص قطر، يبقى الزاوية كلها بـ90، يبقى زاوية ألف ج ميم 90، وعندك ألف ب مماس، وميم ب نص قطر، يبقى برضو زاوية ألف ب ميم 90، يبقى الشكل ألف ج ميم ب رباعي دائري. طبعا من خواص الرباعي الدائري ان كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180. الزاويه دي كده كلها اللي هي زاويه ا ب 50، يبقى زاويه ج م ب ب 130، يبقى زاويه ب ه ج المحيطيه هتساوي نص المركزيه، يبقى هتساوي 65 درجه. في شكل المقابل س ا و س ب ممسان، قياس زاويه س تساوي 70، قياس زاويه د ج ب 125. اثبت ان ا ب ينصف زاوية د ا س، و ا د يوازي ب س. ا ب ج د رباعي دائري، قياس زاوية ج زائد قياس زاوية د ا ب 180، يبقى زاوية د ا ب 180 ناقص 125 يبقى 55 درجة. س ا و س ب قطعتان ممستان، يبقى س ا بتساوي س ب، يبقى مثلث س ا ب متساوي الساقين، يبقى قياس زاوية س ا ب 180 ناقص 70 على الاتنين يبقى 55. يبقى من 1 و 2 هينتج ان قياس زاوية د ا ب بتساوي قياس زاوية س ا ب بتساوي 55 زائد 55، يعني قياس زاوية د ا س د ا س هتساوي كلها زائد قياس زاوية س هتساوي كلها 180 درجة، يبقى هما في وضع تداخل، يبقى الألف د يوازي الب س. شكل المقابل م ون دائرتان متمستان، د ج مماس مشترك عند د، أ ب مماس، اثبت إن ج منتصف أ ب و أ د عمودي على د ب. في الدائرة أنت عندك م، عندك ج د و ج أ قطعتان ممستان، يبقى ج د بتساوي ج ب أ، وبرضه نفس الحكاية في الدايرة نون عندك ج ب هيتساوي ج د، يعني ج هتبقى في منتصف أ ب، ده اللي هو أول طلب. عندك ج في المنتصف يبقى ده الج متوسط وبيساوي نص أ ب، يبقى في الحالة دي الزاوية اللي هو الخارج منها قائمة، يبقى زاوية أ د ب 90 درجة. عدد الممسات المشتركة دائرتين متباعدتين 4، والدائرتين متمستين من الخارج 3، ومتقاطعتين ب2، ومتمستين من الداخل مماس 1، وعدد الممسات المشتركة لدائرتين متداخلتين 0، وبرضه متحدة المركز ملهاش ممسات.